مبروك على الركراكي ومبروك على كرة القدم المغربية. هل الإطار المحلي هو الأفضل لتدريب منتخب وطني؟ ليه المسؤولين عن الاتحادات الوطنية يفكروا كأنهم رؤساء أندية؟ لازم نفرق بين وليد الركراكي وبين المدرب الإطار الوطني. لو تجيب مدرب أجنبي يدرب المنتخب، ليه ما تجيبش لاعبين أجانب يلعبوا للمنتخب؟ تدريب المنتخب الوطني هو أسمى وظيفة في عالم التدريب. أخيراً اتحاد كرة القدم المغربي يعين وليد الركراكي مدرباً للمنتخب الوطني، إطار محلي لتدريب منتخب وطني. مبروك على الركراكي ومبروك على كرة القدم المغربية. لكن هل هذا التعيين قرار صائب؟ سؤال جورنال، سؤال أكبر، من الأفضل، الإطار المحلي أم المدرب الأجنبي؟ سؤال كبير معقد، حيظل سؤال أزلي مثل السؤال الشائع، الدجاجة جاءت أولاً أم البيضة؟ هذا السؤال الأزلي ما حنحاولش نوجد له جواب اليوم لأن هذا مستحيل. راح فقط أشارككم رأيي في حلقة هذا الأسبوع من الفار معي أنا علي القرن. وليد الركراكي ومنتخب المغرب، هناك خلط في الموضوع، لازم نفرق بين وليد الركراكي وبين المدرب الإطار الوطني. بمعنى هناك سؤالين، السؤال الأول، هل وليد الركراكي هو أفضل خيار لتدريب المنتخب؟ هنا نتحدث عن شخص، نتحدث عن كفاءات. السؤال الآخر، هل الإطار المحلي هو الأفضل لتدريب منتخب وطني؟ هنا نتحدث عن جنسية، نتحدث عن هوية، نتحدث عن بلد. بالنسبة للسؤال الأول، كلنا نعرف قدرات الركراكي ومؤهلاته. مدرب يتحدث بنفس لسان اللاعبين، قريب من عقليتهم، شفنا كيف قاد الوداد للفوز بالدوري المغربي وأبطال إفريقيا. بطبيعة الحال هناك كذلك الحسين عموتة، هناك جمال السلامي، لكن الركراكي يستاهل. بالنسبة للسؤال الثاني وهذا هو الأهم، من الأفضل، الإطار المحلي أم الأجنبي؟ بالنسبة لي الإطار المحلي أفضل، وما لازمش يكون هناك أصلاً هذا الخيار بتاع المدرب الأجنبي. أنا ضد فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب وطني. أنا الآن تركت الركراكي والمنتخب المغربي جانباً. الموضوع لا يقتصر على أحد البلدان. أنا لا أفهم ليه المسؤولين عن الاتحادات الوطنية يفكروا كأنهم رؤساء أندية. الأندية تختلف عن المنتخبات. بالنسبة للنادي ممكن تجيب مدرب أجنبي كما تجيب لاعبين محترفين أجانب، ممكن حتى تطلق على النادي اسم أجنبي، ممكن تعتمد شعار من وحي خيالك، لكن المنتخب شيء مختلف، شيء آخر. المنتخب يمثل بلد، المنتخب يحمل اسم دولة، المنتخب علم وشعاره هو علم وشعار الدولة، المنتخب يستعرض أفضل ما عند البلد من مواهب كروية. ما عرفش ليه المواهب هذه تقتصر فقط على اللاعبين وتستثني المدربين. لو تجيب مدرب أجنبي يدرب المنتخب، ليه ما تجيبش لاعبين أجانب يلعبوا للمنتخب؟ غير معقول. تدريب المنتخب الوطني هو أسمى وظيفة في عالم التدريب، وظيفة ومنصب لازم يكون الهدف اللي يطمح له كل مدرب. لكن ما عرفش ليه يروح المسؤولين يعطيوا الوظيفة لواحد أجنبي، هدفه الوحيد هو الراتب الخيالي اللي حياخد وإضافة سطر في سيرته الذاتية. بالمنطق المدرب ابن البلد لما يروح مع منتخب للمشاركة في بطولة قارية أو في المونديال حيعطي كل ما عنده وربما أكثر، لأنه عارف أنه بعد البطولة لو قصر حيرجع للبلد، حيواجه انتقادات صباح مساء، ما فيش طريقة للهروب. بالنسبة للمدرب الأجنبي الأمر ما بيهمه، ممكن بعد أداء ضعيف بطولة ممكن ما يرجعش أصلا مع المنتخب. ليس هناك أي شيء يربط المدرب الأجنبي بمنتخب بلد اللي يدربه. الغريب في الموضوع هو أنني أتكلم عن هذا الموضوع بمناسبة تعيين الجامعة المغربية لكرة القدم الإطار الوطني الركراكي. الغريب في الأمر هو أن أفضل إنجاز للمغرب في المونديال تحقق على يد مدرب أجنبي، لكن ليس أي مدرب أجنبي. في مونديال 86 المغرب أصبح أول بلد إفريقي وعربي يتأهل عن دور المجموعات. ليس ذلك فقط، تأهل كمتصدر للمجموعة. المجموعة كانت تضم إنجلترا، بولندا، البرتغال، مجموعة قوية. الفرق هو أن المدرب الأجنبي اللي كان يدرب المنتخب المغربي آنذاك جوزي فاريا كان 4 سنوات قبل المونديال يدرب في المغرب، كان يعتبر نفسه مغربي لدرجة أنه غير اسمه، أصبح المهدي فاريا، اعتنق الإسلام، أخذ الجنسية المغربية، عاش حياته في المغرب، توفى ودفن في المغرب. أنا استحضرت هذا المدرب فقط للتذكير لأنني عارف حيجي على بال بعضكم. من طبيعة الحال ما نساوش أن أفضل إنجاز للمغربي على مستوى أمم إفريقيا بعد لقب 76 كان بلوغ نهائي دورة تونس 2004، وكانت تحت قيادة إطار محلي بدو الزاكي. أنا بالمناسبة لست ضد المدرب الأجنبي،
لكن هذا لازم يقتصر فقط على الأندية، المنتخب لا. أشعر بعدم الارتياح عند رؤية مدرب أجنبي يقود منتخب وطني، أشعر بالغضب لما أسمع عن تعيين واحد من هذول المدربين اللي أسميهم أنا بالمرتزقة. هذه الظاهرة اللي صارت لها عقود وهي تستنزف الكرة الإفريقية والأسيوية، نفس المجموعة من المدربين، 6 أو 7 مدربين يجوا في فترة يبدأوا يتناوبوا على المنتخبات، تجد مدرب مع الكوت ديفوار، بعد ذلك يروح على المغرب، من هناك يعرج على الكاميرون، يروح لتونس، بعدها يروح على نيجيريا، ثم الجزائر، والمدرب اللي كان في الجزائر يروح على نيجيريا، ومن هناك يروح على غانا، وهكذا، نفس الأسماء تدور. بعد تقاعد أو وفاة هذه المجموعة من المدربين، تجي مجموعة أخرى. أنا فقط أتساءل وسؤال معقول، لو كانوا هاد المدربين مدربين كبار وعندهم كفاءات ومهارات، ليه ما يدربوش في بلدانهم أو بلدان أخرى أوروبية؟ شيء آخر، لما يتم تعيين إطار وطني لتدريب المنتخب الأول، هذا التعيين في حد ذاته يحسن من مستوى التدريب في البلد. كيف؟ الآن مع تعيين الإطار الشاب بالركراك، عدد كبير من المدربين الشباب في المغرب هيعرفوا أن منصب المدرب الوطني حلم ممكن يتحقق، وأن الاجتهاد والتطوير الذاتي كلها حاجات حتقربك أنت كمدرب شاب من قيادة منتخب بلادك، اللي كما قلت في الأول يجب أن يكون أعلى منصب كروي في البلد. كذلك من المفروض نتعامل مع الإطار الوطني بنفس الطريقة اللي نتعامل بها مع الإطار الأجنبي، أو ربما أفضل، بمعنى نوفر له كل الخدمات اللي كنا نوفرها للأجنبي. لا يعقل أنه مثلا نتعاقد مع مدرب أجنبي براتب، لنقل لكي لا تكون هناك تأويلات، نقل براتب يبلغ $100 في الشهر مثلا، وسيارة فخمة وفيلا ومنح وجوائز وعطلات بالهبل كل مرة المدرب مسافر خارج البلد، ولما نتعاقد مع إطار وطني نعطيه $1 في الشهر وسيارة صغيرة، ونحسبه على كل صغيرة وكبيرة بعد شهر أو شهرين من التعيين، فيما المدرب الأجنبي نعطيه الوقت الكافي. أعود الآن للمدرب الركراكي، الخوف وأنه في حال لا قدر الله المغرب قدم مستوى غير مقبول في المونديال، حيكون هناك أصوات تنتقد وتقول شفت ها هو الإطار المحلي، شوف ما عمل ولا شيء، المدرب الأجنبي أفضل، لو كان خليل وزيتش ضل مع المنتخب لو كنا تأهلنا، لو كنا ربما فزنا بكأس العالم. بليز خلونا نكون واقعيين، كلنا نعرف أن المنتخبات المشاركة في المونديال هي مقسمة منطقيا لثلاث أقسام، قسم يشارك من أجل المشاركة المشرفة، قسم يشارك وهو مطالب ببلوغ ربع النهائي مثلا، وقسم مطالب ببلوغ نصف النهائي كأقل تقدير. أستغرب لما يروح منتخب من المنتخبات المشاركة من أجل المشاركة المشرفة يروح يتعاقد مع مدرب أجنبي، وهو يعتقد أنه ما دام عنده مدرب أجنبي اسمه جاك أو روبرت أو فيليب، المنتخب حيتحول من منتخب متواضع إلى منتخب يفوز بلقب كأس العالم. جنون. الآن بعضكم راح يقول هناك دول أوروبية لها تاريخ في عالم كرة القدم تعاقدت مع مدربين أجانب، الإنجليز تعاقدوا مع النرويجي جوران إريكسن، بعد ذلك تعاقدوا مع الطلياني كابيلو، قبل ذلك البرتغال تعاقدوا مع البرازيلي سكولاري، الآن بلجيكا يدربهم الإسباني مارتينيز. هذا كله صحيح، ممكن أجيب لكم أمثلة أخرى، لكن هذا لا يعني لي ولا شيء. بالنسبة لي مدرب المنتخب الوطني لازم يكون إطار محلي، وهذا قرار الفار. لا تنسوا تشاركوا بأراءكم في التعليقات، أنا متأكد أن آراء بعضكم حتكون جد مختلفة. ألقاكم الأسبوع القادم في الفار.